يعني النقطة المهمة في الرواية، في هذه الرواية، هي زي ما قال أنا الجزء اللي سمعته الدكتور قاله وراني أو أعيده فيه، هي فكرة الجانب المشترك في الأساطير. لأن إحنا دلوقتي لما بنشوف الرواية تنتقل من أسطورة حواء وآدم، إزاي توجد بشكل بأسماء أخرى في الحضارات التانية. تعليقاتكم وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نلاحظ ان احنا ممكن نندهش للقراءات الواسعة. ده رواية مزودة بمراجع، مزودة بحوالي 20 مرجع مراجع كلها يعني في تاريخ الأديان وتاريخ الأساطير وكده. طيب المدهش في الأمر ان احنا بنلاقي هذه سعة الاطلاع. يعني انا اعرف انها تدخل في الحضاره الغربيه تتكلم عن التناسخ، ده شيء معروف، عن عجله التناسخ. فتكتشف ان برضه ان عندهم اجابه من اسئله بعدين بعد الموت في ايه؟ الاديان السماويه بتقول جنه ونار والقصه اللي بتعرفوها والقاتل والخطيئه والبلف. لا بيقولوا الاتحاد الادمن والبراهم. الادمن انسان او المخلوق البراهم اللي هو الروح المطلق اللي هو الاله. طيب كيف يتحد ان يصير روح، انه ينجو من عجله التناسخ سمسام؟ وهي جايبها بالنص بلغتها السنسكريتيه، جايبه السمسارة بالنص. فانا بستغرب لا منين الواد ده تدخل في تفاصيل، يعني بيدخل في الحضاره الهنديه ده عاوز رساله ولا اثنين حافظ يطلع منها بسبب تعقيداتها الكثيره من الاله كان الاله كريشنا الاله سمسارة وغيره، زائد تجديداتها المستمره لانه خضعت لكذا تجديد. اولهم مثلا في القرن الخامس قبل الميلاد على هند بوذي جوتاما بوذي، وبعدها مهابير الجينائيه لغايه ما نوصل للسيخ في القرن العاشر اللي بيحاولوا يوفقوا بين الاسلام وبين الديانه الهنديه. طيب هي قامت بكل هي عرض ده كله عشان تجيب على الأسئلة، عشان تشوف، وعشان مش عشان تعارض، ومش عشان تبين يعني سمو بعض الأساطير عن بعضها، لا عشان تبحث عن الجنة المشتركة. فكأن الجنة بتاعت الهندي هي الخلاص من التناسق، يعني لا تنسخ روحه في حيوان آخر عقابا له على خطاياه، إنما يعمل إيه؟ تتحد روحه بالجنة. هو دي الجنة. يعني يروح للعالم السماوي، ما فيش تفاصيل اكثر الاتحاد. فاذا ما هي دي جنه، هي رخ مفهوم اخر من مفاهيم الجنه. فهي تبحث عن هذا الايه، هذا المسعى الانساني المشترك الذي من الممكن ان تختلف فيه الاديان في بعض التفاصيل، ولكنها في الغايات الكبرى لا تختلف، في الغايات الكبرى تتفق. الانسان يبحث عن خلاص كيف ينجو من عذاب القبر وكذا وليس من النار، دي الديانات الابراهيميه. الهنود كيف ينجو من التنازل، لانه اذا كان مخطئ روحه هتتجسد في حيوان، واذا كان مخطئ اكثر هتتجسد في حشره تنزل الى اخر التسلسل. فاذا الروايه تقدم فلسفه من هذا النوع تعين الانسان على ادراك المشترك بين المسعى الإنساني في الغايات العليا بتاعه بغض النظر عن التفاصيل. النقطة المهمة بقى اللي تخص الحضارة المصرية، وهي في تركيز طبعا على الحضارة المصرية وأنا معاها، لأن السؤال اللي يطل برأسه وبسرعة في كثير من الأحيان وساعات يطل من بين السطور هو أين ذهب التاريخ؟ أي ذهب؟ ده يطل السؤال، ده يحاول يعني إيه تزيل بعض الضلالات، إن الهرم مقبرة زي ما بيقول الجهلة. لا، الهرم مقبرة، ده جايب لنا أبعاده بالضبط، إن الهرم ارتفاعه 100. أنا طولت؟ لا لا لا، ضبط قليل بس أنا هي جايبة أبعاد الهرم بدقة، ارتفاع عن الأرض هي 39.4 متر. طيب ما يفصلنا عن الأرض، الشمس عن الأرض،
139 مليون و4 من 10 بقى. الارقام دي اللي جايباها عشان تبدل الاوهام دي، عشان تبدل الاوهام الموجوده اللي ده مقبره اللي ده اتعمل بسخره ودي اوهام. سبق يمكن كتير جدا من الادباء الكبار انهم ساهموا في ايه؟ مهدوا السبيل لهدم هذه الاوهام. يعني شوقي مثلا، صار شوقي بقصائده عن الجهول، في قصائده عن لما اكتشف اخبار توت عنخ آمون، كفي يا اختيوشا خبرينا احاديث القرون الغابرين، وقصي من مضاجعهم علينا ومن دولا فيهم ما تعلمين. وبعدين يقول ولست بقائل ظلم وجار على الاجراء او جلب القطين، فرب تبيعه بالامس شيدت رايت الناس فيها مخفضي. البيعه اللي هي ايه؟ كانت ابراهيم طبعا. يقول لا، ما حدش يقول عليه عمل كده، ده الكاتدرائيات عندكم هي اللي اتبنت. يعني التبديد الجهل ورمي الحضاره المصريه القديمه بكل هذه الخرافات ساهم في شوق وساهم في انطباع كبير بشعرهم وبرواياتهم وكده، لانه توفيق حكيم برضه. اذا نحن في خير هنا موجود في الروايه براس كل شويه، يذكرنا بالحضاره المصريه القديمه ويذكرنا انها ظلمت. أه؟ انها ظلمت. ايوه ظلمت. ظلمت وحدث انقطاع. نعم. ولذلك الفصول المكتوبه عن اوزيريس وهي كنت ترفض التسميه اليونانيه، وزير وايزر مش ايزيس. الزين اليونانيه هي نصت في الروايه على انها بوظت يعني او ابعدتنا عن اسمائنا في الاولمبيه. ايزر إذا هي اللي هي العزة، كانوا يأخذوها في الجزيرة العربية باسم العزة إذن. إذن الفكرة. وبعدين طبعا الأثر الحضارة المصرية القديمة، ما بحبش حكاية الفرعونية المصرية القديمة، لأن مش الفرعون هو اللي بناها. صحيح. اللي بناها مهندسيها والعلماء. طيب. ولذلك لما تلاقي أثر الحضارة هي بتتكلم عن أثره عن اليونان، وفي اشارات كثيره ان اليونان التقطوا الحضاره الجوانب المهمه في الحضاره المصريه القديمه واقاموا عليها. وفي بحث على فكره يعني كنت شفته انا في جامعه القاهره، اتعمل ترجم قريب في الثمانينات. أتينا السوداء قريب، انما في الثمانينات من القرن اللي فات ترجمه ديفيد شتاين، ده باحث الماني جاي عاوز يعرف قصه ازاي افلاطون في مصر عمل ايه. فتتبع الكتابات اللي عن افلاطون وتتبع محاوراته كلها، لقاها ذكر مصر 40 مره في محاوراته. ومن ضمن المرات دي ايه؟ مره عن صولون. وانتوا عارفين صولون ده قبل باريس، يعني قبل الفلاسفه، ده من الحكماء السبعه. الحكماء اللي هم قبل الفلاسفه. فيقول ايه عن صولون؟ يقول صولون ده في محاوره ديماوس. يقول صولون ذهب إلى مصر وتعلم على عين الكهنة، وعندما يعني أراد أن يعني يسأل بعض يسأله بعض الكهنة يتأكدوا من التعلم مظبوط ولا لا، لم يستطع أن يجاوب، فتلقى التوبيخ من الكهنة في مصر. الكهنة المصرية؟ لا، شاهد شعب من أهلها وابن أفلاطون الظهور، بيقول عن جد صولون. فإذا الكلام اللي بتقول بتاع ان الحضاره اليونانيه استقت من هي الرومانيه، استقوا الرومانيه طبعا. ده تايبيريس وليرون كان بيعملوا كل البلاوي والحروب من تحت الاثر بتاعه معبد ايزيس. امال هي ايزيس زي ما بيقول تشيلي بيقول لولا ظهور المسيحيه لكانت ايزيس هي ديانه العالم. ولذلك لغايه دلوقتي بنلاقي اسمها بنلاقي ايزابيل هيبه ايزيس، بنلاقي عندهم ايزابيل ايزيس الجميل. ليه؟ لان انتشرت فرنسا. ده في بعض الباحثين حاول يثبت ان كانت عاصمه فرنسا بقى ايزيس وبعدين بقى باريس واتغيرت. انتشر جوتا في الديوان الشرق والغرب بيقول ايه؟ ايزيس واوزوريس اين المعرض من جوتا؟ لانه هو على شاطئ الراين لا أطلال معهد مكتوب عليه من الناس يزيسه.
فعندي المحقه بالتذكير بهذا وبالانقطاع اللي حصل للحضاره المصريه القديمه، لان الرايه وهي بتحاول تجاوب على اساليب الكون ده، دي اساليب وجوديه كونيه، وجدت ان ما اقلقنا اليوم اقلق برضو يعني ايه اجدادنا واقلق يعني رواد الحضاره الاول، وفكره المعرفه التي قررتها يمكن هي ميال اكثر في الراي الذي يقول ان سيدنا ادريس هو وزير، لكن في راي اخر يقول لا تقول هو هرمس، هرمس مثلث العظمه ترايمس، هرمس رسول الالهه هو اخنوخ في التوراه هو ادريس، كل ده بيتكلم بتقول. ولكن في راي ثاني يمكن الاستاذ هلا تبنيته اكثر اللي هو ربطه بالوزير، ربطه بالوزير، وطبعا النتيجه مش هتفرق كتير، النتيجه من فكره العارف العكس، لانه ايه اللي بيعمله هرمس ولا اللي بيعمله تحوت؟ بينقل يعرف ما يريد الله وينقله الى البشر ويعلمهم زي هرمس في المنهج يعلمهم ايه؟ ايوه. فهي دي الفكره الرئيسيه مع فكره المعرفه، فكره معرفه الله ومعرفه الله ومعرفه ما يريد وابلغه البشر، فكره المعرفه هي ما يقرب من هذه الروايه، والسكون الى الجاهل والسكون الى الاجابات الجاهزه والسكون الى ما يقدر لنا على انه الراي الاخير، هي الكارثه التي تحاول هذه الروايه ان تقاومها وتحاول ان يعني في الرساله الاخيره زي ما الروايه بدات بالكتبه انتهت بالكتبه، والراي لا عادي وده شكل رمزي عادي. ليه؟ لان الكتبه هي المخرج للاسرار، هي التي تعلم الاحفاد، فتنتهي الروايه زي ما بدات بالكتبه تستخدم المولوده الجديده اللي هي العقيده، بتنتهي برساله من الجده بتقول لهم رسالتي هذه، لا تركنوا الى الدعم والى الجهل والى الاجابات الجاهزه والى كل ما يعني يقتل فيكم غريزه البحث والمعرفه ومحاوله اثبات ذاتكم، وهذه المحاوله لا تاتي الا بتفكير والا بقلق هذا الآن الذي قال عنه ايجر القلق، هذا القلق صاحب الانسان، واذا تخلى عنه الانسان واخلد الى الدعم فقد تخلى عن الانسان. هذا اعتذر لكم، شكرا.